فضولي بقى خليل للفرنسيين بس كمان انا قول لي جيب ريزو ليش بيتبعوكم بيعمل سيكشن ديسبانشر قول بقى وقول ايه جيب ريزو هو ايه بقى سنترال ميكانيزم وايه البريفرال ميكانيزم ودي من البوك او انت قلت سنترال بريفرال ميكانيزم اللي هما ايه بقى انت لو فاهم او مركز او بتفهم اي حاجه كنت جاوبت انت بتجيبه لنفسك انت difference between lipophilic and hydrophilic beta blocker بجد طيب distribution lipophilic The duration of action. يعني aggravated peripheral ischemia aggravated peripheral ischemia فريد قول لي كده ايه الابسوليوت كونترا انديكيشن اوف بيتا بلوكر بيتا بلوكر ممنوع خالص في ايه في الازمه وايه كمان ليه حد بلوك الله يكرمك برينزيبيتال انجينا اشرحها النهارده صادل وزدرو الله يكرمك دكتورة ليه البيتا بلوكر از كونترا انديكيتد تو بي وزدرو صادل ليه صادل وزدرو اوف بيتا بلوكر از كونترا انديكيتد ممنوع ليه يعني هيعمل ريباوند انجينا او ريباوند اجيزمي الله يكرمك تمام تمام دكتور قول لي كده امال ليه ايه انتشار انت حد جميل ما تخش على نفسك كده لا 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 ازعل والله طب خلاص دكتور ايه معاه انت حد جميل برضه ولا مذاكر؟ حد جميل؟ طيب قول لي كده جيب بيزو ليه البيتا بلوكر ليه البيتا نون سيلكتيف بيتا بلوكر شود بي افويدد ان دايبيتيك بيشن؟ هي اجريبيتا هايبوغلايسيميا ادي واحد والاهم الدنيئه بقى بيماسك اول مانيفستيشنز اوف هايبوغلايسيميا اكسبت سيبت سويتنج جميل جميل دكتور قول كده امال ليه البيتا بلوكر بيتا بلوكر از كونترا انديكيتد انبيشن تو زارت بلوك عن طريق بيتا واحد سيبته يعني وبالتالي يعني هي اجريفيت الهارت بلوك اجريفيت الهارت بلوك تمام 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 دكتور هتقولي كده امال ليه البيتا بلوكر او ليه الاول كده ايه البيست بيتا بلوكر ان تريتمنت اوف جلوكوما بيتاكسولو اي دروبس امال ايه البيتا بلوكر اللي يتاخد في الاكيوب اريزميا ديورنج سيرجري اسمه لول الله يكرمك تمام امال مين هو الموست سيلكتيف بيتا 1 بلوكر نيبو بلول امال مين اللي بيقفل الفا اند بيتا كومبايند الفا اند بيتا بلوكر لا بيتا بلوكر لا بيتا بلوكر تمام حلو قوي يلا كده دكتور بس ده عرض خد بالك يا جميل ده مش حاجه اللي جنبك بقى اللي هو كل اشوف شو عامل ايه في الصبعين ايوه حضرتك اللي في النص ايوه لا وسع وسع هو عارف نفسه بدا يحس ان هو ايوه ايوه لا مش انت مش الدكتوره بنضاره اللي وراه ايوه حضرتك هو ده قول لي بقى قول لي انا عايز اشوفك كل حصه وبنسى يا جدع والله قول لي قول لي تيجي قدام ايه الريزون ليه البيتا بلوكر بيتاخد في علاج الهايبرتنشن ايوه حضرتك ايوه ليه بقى كنت حاضر القصه اللي فاتت وعمال تجيبني من على الحيطه بقى وتجيبني من على الحيطه بقى وتجيبني من على السقف لما بقيت قاعد في اي وقت يعني مستنيك هتقلع الجسم وتخبطني اعلق حاسس انا بوكس ماشي على السقف حته جامده ماشي حلو انا بركز معاك بعد كده اكتب التجاري قول يا حمد ليه بيتا بلوكر في الهايبرتنشن؟ بيتا بلوكر في البيتا 1
الفرق برضه بشع. ايضا ممكن البيت واحد ممكن يصلي بين الفصل مكان الخمسه ايضا البيت ممكن لسه ينفش تمام. ايضا ممكن البيت والاهل بتعمل الله يبارك فيك. حلو قوي تمام. احنا متفقين سبت وحد امتحان دكتور الواد ايوه حصصك اللي اتفاق بالحدث ها ما كنتش انما انت كنت بيه مسافه الابلاء انت مسافه الابلاء يعني خطوط الابلاء ها؟ اه بقى قول لي قول لي بقى دراجز يوزن بروفلكس اوف ماي جرين. ما قلتهاش طب انا عارف. غزالة. يلا قول. هو انا مفتري يا عم. دراجز يوزن بروفلكس انت اللي قول دراجز يوزن بروفلكس. ما قلتهاش يا كذاب زي ما انت قلتها تكبس. دبك وعمك وعلى قول بقى انك المجموعة اللي ما قلتهاش. طب بلاش بلاش انا يا عم انا راجل مفتري. Give reason. The glutamine is contraindicated in between acute attacks of migraine. What the hell? The glutamine is not in between attacks of migraine. So we take the attack, we take the attack. You have not in between. I am the possible restriction for that deal. صح ما بيكسر بزيد أكيد أتاك وما اللي بيتاخد في الأتاك نفس انت قلت يعمل فاصل كونستريكشن فيمنع يمنع الباس الفاصل اريتيشن تمام بروبرانولول طبعا وما هو برضه يعني يا دكاتره بس اثبت هنا انا ما قلتلكوا الادويه بتاعت البروفيلاكسز اوف مايجرين انا قلت لك حد عارف بتعمل ايه السيري المقبوله مثلا مع البيتا بلوكر السيري المقبوله انها بتبريفنت ريليز اوف سيروتونين يعني مش حكايه بقى ولا بيتا ولا فيسل ولا كفاح يقال ان البيتا بلوكر البروبرانولول بالذات بيبريفنت ريليز اوف سيروتونين فعشان كده احنا قلت لكم كل ادويه البروفلاكسز الاسامي اللي قلتها مش معروف لها ميكانيزم انما معروف انها بتجيب نتيجه بالذات البروبرانولول دي احصائيات يعني دي حالات متابعه بقى لها 100 سنه اللي احنا بنسميها لونج تراك ريكورد لونج تراك ريكورد يعني حاجه بقى لها سنين معروفه دي حاجه منتهيه في الطب ان هو بيجيب نتيجه الميكانيزم ما احناش عارفين طب تدي ولا ما تديش لا قد طبعا انت فاهم الكلام طيب صل على النبي احنا كنا الحصه اللي فاتت قلنا البيتا بلوكر وقلنا السايد افكت بتاعتها والكونترا انديكيشن هنشرح دلوقتي اليوز احنا نقعد الحصه كلها اكتر بس بالله عليكم تساعدوني عشان اعرف اخلصها مالا ماشي هي مش شرح انا هقول اساميهم وما قلت اساميهم وهم اه ما لهمش ميكانيزم محدش عارف يعملوا ايه صلي بينا على النبي بصوا بقى يا دكاتره بس انا بس عايزك تقسم الكلام معايا عشان الكتاب رازع الكلام على بعض يعني الكتاب ساحب الكلام على بعض بصوا بقى كده اول اربع استعمالات عندك ابقى خدهم كده مع بعض كارديو فاسكولار يوز عشان ساعات دي سؤال لوحده كده يقول لك كارديو فاسكولار يوز وبيتا بلوكر هو عاوز استعمالات القلب بس كارديو فاسكولار يوز صلوا على النبي هتلاقي مكتوب عندك حاجات انت عارفها يعني مثلا اول استعمال هتلاقيه مكتوب في التريتمنت اوف هايبر تنشن اه ما احنا عارفين في التريتمنت اوف هايبر تنشن حتى بالاماره كان كام ميكانيزم؟ سته طب حتى بالاماره كان مين اقوى في علاج الضغط؟ كلهم زي بعض كلهم زي بعض قلت لكم 50 مره مفيش حد اقوى من حد في علاج الضغط كلهم زي بعض يعني فيرست زي سكند زي سيرف مفيش حد اقوى من حد في علاج الضغط كل عائلات البيتا بلوكر مهما كانت غاليه رخيصه نفس التاثير في علاج الضغط حلوه وخلاص انتوا معايا ولا ايه؟ صلي على النبي بصوا بقى كده يبقى احنا قلنا اول حاجه اللي هو في علاج الضغط ناخد بقى الكلام الجديد اكتب بايدك عناوين وبعدين هنشرح اكتب بايدك كده 1 2 3 4 رقم 2 هنتكلم في علاج الاسكيميك هارت ديزيز الانجينا يعني وهنشرح دلوقتي في علاج السوبرا فينتريكولار اريزميا وهنشرح دلوقتي وفي علاج الهوكم يعني هتلاقي الاستعمالات عندك اتشين حلوين اهو الهايبرتنشن والهوكم
واثنين بالايه الاريزميا والانجاين. هم اربع استعمالات. اتش اتش اي اي هايبرتنشن. مش تنتزل بقى في ده بقى مش نظبط القواعد بقى اهو. شوف عايز تلعب بالدور عايز تلعب عن الام بالدلت سبحان الله. المهم بص انا كاتب يبقى انا بقول لك دلوقتي هايبرتنشن وايه والهوكم ادي حاجه والاريزميا والانجاين دي اول حاجه بنقولها اهو. ركزوا بقى يا رجاله. اول حاجه قلنا خلاص الهايبرتنشن بالست ميكانيزمات يبقى في علاج الهايبرتنشن عشان دي ست ميكانيزمات. طب تعالى في علاج الاسكيميك هارت ديزيز اكتب معايا الجنب بتقالوا كلكم عدى عليكم قبل كده كلمه انجينا قلتها كذا مره قبل كده. اتفقنا ان لو ده كده القلب وده كده الكوروناري اللي بيغذي القلب اسمع يا ده القلب وده الكوروناري قلت لك إيه بالذات الناس اللي بتاكل كتير اللي بتاكل دهون اللي بتشرب سجاير اللي ضغطهم عالي الناس دي كده بعد كام سنه بتبدا الدهون تترسب في الكوروناري كده اهو. ولما الدهون تترسب في الكوروناري انتوا معايا لما الدهون تترسب في الكوروناري يبقى ضيق ولما يبقى ضيق الدم اللي راح للقلب يقل يقوم يسموه ده انجاينا. يبقى انجاينا يعني ايه لما الدم اللي ماشي في الكوروناري يقل صح. امال لما الكوروناري يتقفل خالص يتقفل بجلطه كده اهو كده الدم ما قلش كده الدم اتقطع يسموه دي جلطه انفاركشن مش انجاينا انفاركشن. انتوا معايا ولا ايه؟ منجز الكلام هنتكلم في حاجه اسمها الاسكيميك هارت ديزيز. اكتب في جنب اكتب في جنب اسكيميك. المشكله بقى ما تيجي اقعد اعدها اسكيميك هارت ديزيز اللي ساعات بندلعها الكوروناري ارتري ديزيز لغه المسلسلات العربيه امراض الشريان التاجي معاك. يبقى الكوروناري ارتري ديزيز او الاسكيميك هارت ديزيز لسه قايلين في منه نوعين اهو. بص قلت لك لما الكوروناري يبقى ضيق يبقى ده اسمه الذبحه اهو انجاينا. انما لما الكوروناري يتقفل خالص مرحبا بك في عالم الجلطه مايوكارديال انفاركشن. يبقى ضيق يبقى ذبحه اتقفل يبقى جلطه معايا صلى على النبي. ركزوا بقى يا دكاتره ركزوا يا دكاتره. اول حاجه الانجاينا. الانجاينا في عندنا منها نوعين يعني الانجاينا في منها نوعين. النوع المشهور او هي كذا نوع على فكره بس انا بتكلم في اللي محتاجه النهارده. الانجاينا النوع المشهور قوي اللي قلت لكم عليه من شويه ده اهو اللي هو واحد دهون ومعرفش ايه وحصل له اتروسكليروزس والكلام ده. اسمعني بقى والنبي طبعا انا قلت لك النوع ده اهو بدل حصل اتروسكليروزس الكوروناري متصلب يبقى الدم اللي ماشي فيها هيبقى قليل وقلنا الدم القليل بيكفي القلب طول ما القلب مرتاح. طول ما انت مرتاح الدم يكفيك. المشكله تحصل مع ايه؟ مع المجهود. لما تيجي تعمل مجهود قلبك بقى عايز دم زياده تقوم المشكله تبان يروحوا يسموا ده تيبيكال انجاينا اللي هي زي ما الكتاب بيقول وساعات يدلعوها ستيبل انجاينا. عارف يعني ايه ستيبل؟ يعني معروف الاتاك هتحصل امتى وتخف امتى. ركز بقى معايا ستيبل يعني معروف الاتاك هتحصل امتى وتروح امتى. طب قول لي كده هي الاتاك هتحصل امتى؟ مع المجهود. الاتاك هتحصل مع المجهود وهتروح لما يرتاح او ياخد دواء فاهم حاجه. وعشان بتحصل مع المجهود يروحوا يسموها اكزيرشنال اكزيرشنال انجاينا يعني انجاينا المجهود انجاينا المجهود. انتوا معايا ولا ايه؟ وعلشان سببها اثروسكليروزس يروح يسموها اثروسكليروتيك انجاينا. فاهمين الكلام؟ يبقى انا قلت لك تيبيكال اللي احنا بندلعها اثروسكليروتيك اللي احنا بندلعها اكزيرشنال كلها اسامي داله على حاجه واحده اهو خلاص كده. بس انا برضو قلت لكم ان في نوع نادر قوي لو شفته يبقى انت البعيد فق فق حاجه نادره جدا يعني. نوع تاني اسمه البرينزيميتال انجاينا. نوع اسمه البرينزيميتال انجاينا ده على اسم البعث اللي وصفها معاك واحد عالم اسمه برينزيميتال قام مسميها على اسمه برينزيميتال انجاينا. طب صلوا على النبي صلوا على النبي. برينزيميتال دي حكايتها ايه؟ بصوا يا دكاتره قلت لكم قبل كده لو ده هو كده الكوروناري اهو لو ده الكوروناري اهو الكوروناري فيه الفا واحد وفيه بيتا اتنين. الكوروناري فيه الفا واحد وبيتا اتنين واتفقنا الالفا واحد الفا واحد اللي في الكوروناري مش شغال. قلت لكم من اول حصه في السنه ان الطبيعي ان الفا واحد في الكوروناري مش شغال. خليكم معايا يا دكاتره بقول لك الفا واحد في الكوروناري مش شغال حكمه ربنا عشان يفضل الكوروناري على طول دايليتد يفضل الكوروناري على طول دايليتد ويديك دم معاه ولا ايه؟ وقلت لكم برضو بعض الناس بتتولد بعض الناس
بتتولد عندها عيب جيني. صح صح. بعض الناس بتتولد عندها عيب جيني، مشكله جينيتك، خلقت ربنا كده. المشكله دي ان الفا واحد عندهم بيشتغل، وانا بقول لك ده مش طبيعي، ده مش طبيعي. هو لو الفا واحد يشتغل يعمل ايه؟ وده دكاتره بالله عليك تفوق وتقضوا على اصحى دكاتره ورا. الالفا واحد لو اشتغل يعمل ايه؟ يعمل فاسوس بازم طبعا، يعمل فاسوس كونستريكشن جامد، فاسوس بازم. ما انا بقول لك الفا واحد الطبيعي انه عندنا مش شغال، انما لو اشتغل، وده مش طبيعي، لو اشتغل يعمل فازو اسبازمو، بيكون عنيف، بيكون فازو اسبازم عنيف. انتوا معايا ولا ايه؟ طب ما هو لما يحصل فازو اسبازمي يقوم الدم اللي يروح للقلب يقل، ويقوم الواد يجيب انجاينا. وخد بالك بما انها جينيتك فغالبا بتظهر من سن صغير، تلاقي البنت عندها 17 18 سنه ورفيعه وما بتاكلش دهون وما اعرفش ايه وعندها انجاينا. ايوه، ما هو ده مش النوع الاولاني. النوع ده سببه ايه؟ ان الفا واحد شغال. معايا ولا ايه؟ معايا دكاتره؟ حد مش فاهمني؟ يروحوا يسموا النوع ده اهو فازوسباستيك انجاين. صح ولا غلط؟ اه طبعا فازوسباستيك. فازوسباستيك انجاين. لانه بسبب الفازوسبازم. وعشان بيسبب الفا واحد يروح يسموها الفا 1 ميديتد. يروح يسموها الفا 1 ميديتد، دي اسامي دلع. مش هي بسبب الفا واحد؟ وبما انك عمرك ما هتعرف هي تيجي امتى، ساعات بتيجي وانت مرتاح، ساعات بتيجي وانت ماشي، ساعات بتيجي وانت متشقلب، بتيجي في اي وقت، يقوم يسموها انستابل او اتيبيكال. ما انت مش عارف لها اول من اخر. ساعات بتيجي ادريس، ساعات بتيجي ادريس، تقول لك والله جاتلي وانا نايمه، يا نايمه. انت فاهمين الكلام؟ طب قبل ما اشرح اي حاجه بقى، قبل ما اشرح اي حاجه، ركز يا حبيبي، كله بص على السبور. مش دي انواع الانجينا؟ النوع اللي اسمه برينزيميتال ده، ايه رايك في حد عنده برينزيميتال؟ اسمع، حد عنده برينزيميت يعني الالفا عنده شغاله وده مش طبيعي. الفا في الكورونا اللي شغاله وده مش طبيعي. وبيتا عماله بتجاهد، يعني بيتا بتحاول تجاهد، بيتا بتحاول تعاكس بس مش قادره. فاهمين حاجه؟ واروح انا جاي في ده اهو بيتا بلوكر. اوب، اروح انا مدي بيتا بلوكر، يلا الزريبو ارمي بيتا بلوكر هناك اهو، ارميه وروح دور عليه. ليه؟ والله تاني ما تقلقش. طبعا اللي هيحصل انك لو قفلت بيتا ده الفا ده هيظهر، ده الفا ده الفا ده هيعمل مولي. فاهمين حاجه؟ انت لو قفلت بيتا الفا هيشتغل من غير ما حاجه تعكسه، وبالتالي يديك فازوس بازما اكتر والحاله تتدهور اكتر. وبصوا حطوا جنب الحيطه. فاهمين حاجه؟ محتاج اقول الكلام ده ولا انا مفهوم؟ ممنوع عدي بيتا بلوكر في برينزيميتال انجينا ابسوليوت. قلت لكم ابسوليوت يعني ما تفتيش، ابسوليوت يعني لو اديته هيموت. فاهمين حاجه؟ اللي كانت مكتوبه عندك في الابسوليوت كونترا انديكيشن انك اوعى تدي بيتا بلوكر في برينزيميتال انجينا، ده منطق. اوعى تدي بيتا بلوكر في برينزيميتال انجينا. معايا ولا ايه؟ امال انا بديها في مين؟ اسمع بقى يا اسطى، بيتا بلوكر من احسن الادويه في علاج ده. ايه؟ بيتا بلوكر من احسن الادويه في علاج التيبيكال انجاين. طب ازاي؟ وعلى فكره بص بقى، بص اكتب في جنبه برضه حته صغيره كده، اسطمبه عامه لاي دواء في المنهج هيعالج الانجاين. وهناخد كتير، يعني هناخد ادويه كتير كل ما يجي دواء فيهم هقول لك بيعالج الانجاين، بيعالج الانجاين. ركز يا حبيبي، اي دواء بيعالج الانجاينا، اي دواء بيعالج انجاين، تروح انت قايل يبقى ميكانيزمه الاتي. دكتور، هو انت ايه مشكلتك في الانجاينا؟ ان الدم اللي راح للقلب قليل، الدم اللي بيغذي القلب قليل، وما دام الدم قليل يعني الاكسجين قليل. اصحوا النبي. طب انا عايز اوفر اكسجين للقلب، القلب فقران، انا عايز انغنغه حبه. هتقول لي لو انت عايز تحوش فلوس، يعني عاوز تحوش اكسجين للقلب، زود اللي داخله، زود المصروف يعني، وقلل اللي بيصرفه، خليه يحوش. انا قصدي اقول لك نقص الديماند، نقص الديماند يعني خليه ما يصرفش، يحوش بقى، وزود السبلاي يعني اديله مصروف اعلى. اي دواء بيعالج الانجينا تقول ميكانيزمه انه بينقص الديماند وبيزود السبلاي. اي دواء بيعالج انجينا ما هو هيوفر اكسجين كده، ان هو ينقص الديماند بتاع القلب ويزود السبلاي. وعلى فكره مش هيبقى فيه خالص، مش هيبقى فيه ميكانيزم اسمه كرونري فازو دايليتيشن.
مفيش ميكانيزم اسمه كده يا دكاترة. مش احنا قلنا الانجينا سببها ان الكورونا بمتصلب اثيروسكليروز، والنعمة ما هيوسع ولا هيعبره. الاثيروسكليروز كروناري ما بيستجبش للدايليتوس، الريسبتور بايظ والمصل بايظه متصلب. انتوا معايا ولا ايه؟ مفيش حاجه اسمها الاثيروسكليروز عملنا كروناري فازو دايليتيشن، ميكانيزم اهبل قوي. فاهمين الكلام؟ عشان كده احنا هندور على ميكانيزمات ثانيه. احنا مش هنوسع الكروناري بس هنعمل حاجات ثانيه. معايا؟ صلي على النبي. طب اولا يعني ايه كلمه نقص الديماند يا اسطى؟ ردوا عليا. نقص الديماند يعني خلي القلب يصرف اقل، خلي القلب يحرق اقل، خلي القلب يحرق اكسجين اقل. طب ما هو القلب يحرق اقل ازاي؟ انا اقول لك بالعربي، كل ما اقول لك نقص الديماند تقول لي يعني ريح القلب. ما هو لو القلب انتخ، يعني لو القلب اشتغل على مهله بقى مش هيحتاج اكسجين كتير. خلي القلب يشتغل على مهله، على قد اللي على قد فلوسهم بقى. فاهمين الكلام؟ صلى على النبي. يعني ان الان الادويه اللي هتريح القلب يعني تنقص الكاردياك ورك. طب ما كده القلب مش هيحتاج اكسجين كتير، فرصه نظيفه. فاهمين حاجه؟ طب هي بيتا بلوكر بتعمل كده؟ طبعا بيتا بلوكر بتقفل بيتا، يقوم الكونتراكتيليتي تقل والهارت ريت يقل والكاردياك ورك يقل. فاهمين حاجه؟ يبقى تقول اولا اصله بينقص بيتا واحد فينقص كل حاجه فينقص الكاردياك ورك. جميل جميل. خد بالك بس ان الكتاب حاطط الميكانيزمات على بعضها، انا عايزك تقسمها في الامتحان تكتبها كده. يعني الكتاب هتلاقيه رازع لك خمس ميكانيزمات ورا بعض، انت بقى هتقسم زي ما انا بقول لك. بعض الميكانيزمات دي هتبقى تبع الوينج بتاع يريح القلب، والبعض الاخر هيبقى تبع الوينج بتاع بيزود السبلاي. احفظ كده عشان ما تنساش وعشان تبقى اجابتك نظيفه اصلا. معايا دكاتره؟ صلي بينا على النادي بسرعه بقى. قلنا اول حاجه ينقص الديماند عن طريق انه رايح القلب. طب اسمع دي، رقم اتنين، رقم اتنين، بص على الرسمه، بص على الرسمه. إيه لو ده كده الاورطة اهو، ده الاورطة اهو، معايا؟ الضغط اهو، الضغط اهو. طب ما انتوا عارفين القلب بيضخ والضغط بيعاكس، مش الضغط ده اهو هو المعاكسه مع القلب؟ او النبي، الضغط هو المعاكسه مع القلب. كل ما الضغط يقل كل ما القلب يضخ مرتاح. ولما الضغط يقل يعني مفيش معاكسه مع القلب، فالقلب يضخ مرتاح. فاهمين حاجه؟ طب بيتا بلوكر بيعمل ايه في الضغط؟ بيقلل الضغط. طب ما هو لما يقلل الضغط هتقول لي يعني ينقص البلد بريشر، يروح منقص الريزيستنس اجينست الهارت، يروح منقص الريزيستنس اجينست الهارت، فالقلب يتدلع. فاهمين حاجه؟ يبقى البيتا بلوكر بينقص الضغط فالقلب يضخ متدلع، مش هيحتاج اكسجين اقل حاجه. فاهمين اللي بقوله؟ طب خد دي كمان اللي هقول لك عليها ده، ايه دي؟ ليها اسم، ليها اسم في البايب بس هو الكتاب مش كده. او يمكن اللي بيسموها الميتابوليك سويتش اللي هشرحه دلوقتي. يعني رقم ثلاثه حاجه اسمها الميتابوليك سويتش. يعني ايه ميتابوليك سويتش؟ بص يا اسطى ارجع بالذاكره 37 سنه لورا البايو كيمستري. حرق، طبعا انت عارف القلب ممكن يجيب اي تي بي من حرق الجلوكوز او من حرق الفاتي اسيد. بقول لك والله يحرق قش ويجيب طاقه، ما عندوش مشاكل. بس السؤال لما يجي يحرق جزيء جلوكوز، بص جزيء الجلوكوز كان بيستهلك مولوكيول اكسجين، كان بيستهلك واحد المنتال اكسجين، يعني جزيء الجلوكوز محتاج اكسجيناي. انما الفري فاتي اسيد كان محتاج 3 اكسجين. حرق الجلوكوز كان محتاج اكسجين، حرق الفري فاتي اسيد محتاج 3 اكسجين. ولا مين بيستهلك اكسجين اكتر عشان يجيب طاقه؟ فاتي اسيد طبعا. انا وانت عندناش مشاكل، ده انت عندك ماسوره اكسجين واصله، ماسوره. يعني تحرق فري فاتي اسيد، تحرق ما اعرفش بقول لك ان شاء الله تحرق قش هيحرق، ما عندوش مشاكل. انما بتاع الانجينا عنده، بتاع الانجينا عايز يوفر، بتاع الانجينا عايز يوفر اكسجين. طب ما عشان يوفر اكسجين ايه رايك لو قلبناه زي البرين؟ هو البرين بيتميز عن بقيه الجسم بايه؟ انه بيحرق جلوكوز بس. انا بقول لك لو انت بطريقه ما، لو بطريقه ما خليت القلب يحرق جلوكوز بس، طب ما كده القلب هيوفر، هيوفر اكسجين، صح ولا غلط؟ لو انت خليت القلب يحرق جلوكوز بس انت كده بتوفر اكسجين. بعض البيتا بلوكرز بتنهبت الفري فاتي اسيد ميتابوليزم، بعض البيتا بلوكر بتمنع الفاتي اسيد ميتابوليزم. وطبعا لما تنهبت الفاتي اسيد ميتابوليزم القلب غصب عنه هيشفت ايه؟ لجلوكوز ميتابوليزم، وعايز يجيب طاقه، هيشفت بجلوكوز ميتابوليزم، يبقى انت وفرت اكسجين.
والنبي وفرت. فاهمين حاجة؟ بيسموا دي الميتابوليك سويتش. معايا ولا ايه؟ صلي على النبي. يبقى يلا يا اسطى قولوا سمع وانت قاعد. ازاي القلب وفر اكسجين؟ ثلاث حاجات. نقص الديماند ازاي؟ بيتا واحد رايح القلب، نقص الكارديك ورك ما عادش محتاج. رقم اثنين وطى الضغط، نقص الريزيستنس اجينست القلب فما عادش محتاج. رقم ثلاثة وخد حق الفري فاتي اسيد وقلبه على جلوكوز وفر اكسجين. انتوا فاهميني؟ طب خد كمان. امال بقى ازاي نزود السبلاي؟ بص عليا يا اسطى، بص عليا، بص عليا انا. ده القلب، ايديا ده ايه؟ القلب. بص يا دكتور، ايديا القلب. القلب لما بيعمل سيستول بيضخ مش كده؟ فكل الاورجانز تتغذى. بصوا ده كده، انا بقول لك لما القلب بيعمل سيستول كده اهو، سيستول، الاورجانز كلها بتتغذى مش كده؟ ما عدا القلب. انتوا عارفين القلب ذات نفسه بيتغذى امتى؟ في الدايستول. طب القلب بيتغذى في الدايستول ليه؟ بص عليا، بص عليا. الالم ده اهو هو الكوروناري ارتري اللي بيغذي القلب. الالم ده هو الكوروناري ارتري اللي بيغذي القلب. انت عارف الكوروناري كاناتومي ماشي فين؟ ماشي جوه المايوكارديوم. شايفين؟ ماشي جوه القلب، جوه القلب، جوه امبيدد في المايوكارديوم. فكل ما القلب، بص عليا، كل ما القلب يعمل سيستول يقفش على الكوروناري يقفله. صح ده كده؟ كل ما القلب يعمل سيستول بيقفش على الكوروناري يقفله. انما لما القلب يعمل دايستول الكوروناري يفتح والقلب يتغذى. انا عايز اوصل لك القلب بيتغذى امتى؟ في الدايستول. ده يفرق معاك يا سيدنا الشيخ، يفرق جدا. بص بقى على السبوره، اسمع يا، ده قلب اللي هعمله، ده قلب هارت ريت اهو، ده هارت ريت ماشي. طيب انت عارف طبعا ما بين كل دقه ودقه اسمها كاردياك سايكل، والكاردياك سايكل عباره عن سيستول ودايستول. ولا انا بفاجئك؟ اه بص بقى، شايف دي؟ ارمي عليها بيتا بلوكر. يلا يا اهبل انت وهو. بيتا بلوكر بتعمل ايه في الهارت ريت؟ هيبقى الدقه عامل كده. بص. طب ما هو لما الهارت ريت يقل المسافه السايكل تطول، ولما السايكل تطول الدايستول والقلب يتغذى احسن. كلها افكار مالهاش علاقه بكورونري فاز دايليتيشن. كلها افكار بره الصندوق. هو عمال يفكر في طريقه مبتكره. انتوا معايا ولا ايه؟ يبقى اذا هتقول لي ايه ده؟ ده اي دواء ينقص الهارت ريت يخلي القلب يتغذى احسن. اه طبعا. هيحصل بيتر فيلينج وبيتر سبلاي وبيتر كل حاجه. انتوا معايا ولا ايه؟ يبقى يا دكاتره اسمع يا، شوف ازاي البيتا بلوكر بيزود السبلاي، قلت لك بينقص الهارت ريت. يقوم مزود الدايستوليك فيلينج. يقوم مزود الدايستوليك فيلينج. والكوروناري يتدلع. اخيرا اخيرا. طبعا انتوا عارفين ان الكوروناري ده مش واحد. الكوروناري كذا واحد. صح ولا ايه؟ بص يا حبيبي، انا بتكلم ببرانشات، هما اتنين من عاك، انا لهم برانشات. المهم ولا انتوا اصلا مش عارفين؟ حضرتك بس انت قول مالكش دعوه. ماشي. بس قول، واحنا كل حاجه عارفينها بس بندكن. العلم في الراس يا باشمهندس. ايه؟ بص على السبوره. بص بص، ده هو قلب اهو. ده هو قلب. الحته دي من القلب كان بيغذيها كوروناري متنيل خالص. الحته اللي هي من القلب كان بيغذيها كورونري متنيل اللي هو اثيروسكليروزد بالقوي. معايا؟ وبالتالي عشان هو اثيروسكليروزد بالقوي كده، وبالتالي الدم اللي وصل لها ايه؟ قليل خالص. يعني الحته دي اسكيميا، لا مش انفاركشن، هو لسه ما اتقطعش بس قليل قوي. اسكيميا انجينا، بس انجينا حلوه. طب الحته ده من القلب احسن شويه. الحته الحمراء دي اهي، حته حمراء اهي فيها دم اهي. يعني بتتغذى بكروناري تاني وربنا كان معايا. بعض الادويه بتطبق المبدا بتاع المليان يكب على الفاضي. فاهمين؟ يعني بعض الادويه بتعمل شيفت اوف بلاد من المناطق المتنغنغه للمناطق الفقرانه. ازاي يعني؟ اسمع يا ابني، بقول لك بعض الادويه بتشفت الدم من الاماكن المتنغنغه للاماكن الفقرانه، اللي هو يعني ادي بق لاخوك. فاهمين قصدي ايه؟ هي ماشيه بالمبدا ده. دي ازاي؟ يمكن هتاخده في الباثولوجي حاجه اسمها الانجيوجينيسيس. انجيوجينيسيس نيو فاسكولاريزيشن. يا دي الوكسه القويه. طب انتوا خدتوا ايه في الباثولوجي لحد دلوقتي في الباثولوجي؟ بص يا حبيبي، نيو فاسكولاريزيشن يعني تصنيع كباري كباري.
صغيرة شعيرات شعيرات كباري صغيرة كده شايفين؟ الكباري الصغيرة دي بتقعد تسحب الدم فيزيكالي من الضغط الأعلى للضغط الأقل. ما هو فيزيكال بقى يعني ماشية مع الجريديانت من الأعلى للأقل، وطبعا اللي فيها دم أعلى بيكون فيها البريشر أفضل، وبالتالي الدم بيتحرك عادي خالص سيمبل ديفيوجن سيمبل ديفيوجن من الأعلى للأقل عشان يعمل توازن. هتقول لي طب ما هو كده يعتبر زود السبلاي، هو ما زودش، هو عمل عدالة في التوزيع. يعني هو الدم ثابت بس هو عمل عدالة في التوزيع، فاهمين حاجة؟ يعني يعمل redistribution of blood redistribution of blood من الأماكن المتنغنغة للأماكن الفقران، يعني كله ياخد بق، فاهمين؟ معايا من حاجة؟ معايا ورا؟ يبقى لما اجي اقول لك تاني ايه ميكانيزم البيتا، على فكره الميكانيزمات اللي بقول لك عليها ايه هتتكرر في 3 4 5 ادويه بعد كده في علاج الانجاين. يعني لما اجي اشرح كالسا بنشان البلوكر هقول لك نفس الميكانيزمات، اما اجي اشرح نايتريت يمكن تكون سمعتوا الاسم ده نفس الكلام. الصوت في ايدك ايه كده، يعني ايه الميكانيزمات اللي في ايدك تانية؟ مفيش، هي دي الافكار. معايا؟ صلي على النبي. يلا يا اسطى، بيتا بلوكر وخلافه في علاج الانجاينا ليه؟ هتقول لي اصل هو بينقص الديماند وبيزود السبلاي. طب ازاي بينقص الديماند؟ اصل الصلاة على النبي بينقص الكاردياك ورك عن طريق انه قفل بيتا فالقلب يريح وما يحتاجش اكسجين. رقم 2 بيقلل الضغط فالقلب يضخ مرتاح وما يحتاجش اكسجين. بيوقف حرق الفاتي اسيد اللي كان بيستهلك اكسجين كتير فما عادش محتاج اكسجين. وبعد كده قلت لك يزود السبلاي ازاي؟ بطع الهارت ريت. والله يا جدعان انا حاضر، والله العظيم انا حاضر. والله ما تقول يا ابني انت وهو، يبقى انا بقول لك بينقص الهارت ريت وبالتالي بيزود الدايستوليك فيلينج واخيرا بيعمل ايه؟ ديستريبيوشن. انتوا حرين، خليكم نايمين كده. يبقى انا قلت لك دلوقتي ده الميكانيزمات، فهمتوا الكلام؟ طيب بص يا دكاتره يلا عشان ما نطولش الحصه صار اصلا. الاسكيميك هارت ديزيز كده خلصناه. انا قلت لك استعمالات، كان في هايبرتنشن قلناه وانجينا وخلصناه. تعالى بقى على السوبرا فنتريكولار اريزميا. سوبرا فنتريكولار اريزميا، اصحى يالا سوبرا طبعا اريزميا اللي كلكم بتحبوها وهتكتب برضه معاك جنب. ما انا بقول لك يا الحصه كلها في الهوا البيتا بلوكر هتفتحك على 50 موضوع، بس مش لما تيجي بعد كده مش عايز الكلام ده. انا قلت بقى خلاص سوبرا فنتريكولار اريزميا. انت يا ارض بص لنا اهو، لما اجي اسالك إيه هو البيس ميكر اوف ذا هارت هو مين؟ اس انود. طب ليه الاس انود هو البيس ميكر اوف ذا هارت؟ بيس ميكر اوف ذا هارت يعني ايه؟ هو بيطبل، هو بيطبل والقلب كله بيسقف وراه. اه هي كده والله. طب القلب بيسقف ورا الاس انود ليه؟ علما بان القلب كله ناس بترقص اصلا، يعني كله فيه طبل اصلا. انتوا عارفين اس انود بيطبل والادريان بيطبل الاف انود ده كله بيطبل، انما القلب بيرقص على طبله الاس انود ليه؟ بالظبط عشان اعلى صوت في القلب، اعلى طبله 110 120 في الدقيقة، والقلب بطبعه واطي بيسمع كلام اللي صوته عالي. فاهمين حاجة؟ صلي بينا على النبي. طيب بعض الأمراض اللي بتهيج القلب، اسمع بعض الأمراض اللي بتهيج القلب زي الهايبر ثايروديزم ابن مثلا، وزي الأنيميا الجامدة، الحاجات دي بتجن القلب يالا وبتجن السن اس وبتخليك هوب أصلا. بتكلم حقا ليه؟ المهم يعني بس دي حاجات هي خطة ربنا. الثايروتوكسيكوزيس بتهيج الفايبرز بتاعت القلب، حلو؟ يقوم طالع لك فايبر وفايبر 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 وفايبر، حبة فايبرز اهو، حبة فايبر هاجوا من الثايرويد، الثايروكسين مهيجهم. يقول لك هو احنا ليه من يوم ما اتولدنا واحنا ماشيين ورا الاس نوت؟ ليه الاس نوت بتطبل واحنا بنرقص وراه؟ هو احنا ما نعرفش نزعق احنا كمان؟ هنعرف نزعق قوي. يقعدوا يزعقوا كل واحدة تزعق كده مع نفسها، يبقى مجموع صوتهم على بعضه أعلى من الإس إنود. يعني مثلا يبقوا بيطبلوا 150 160 180 200 بتفرق من حال لحالة. منجز الكلام إن حبة الفايبرز دول بقى صوتهم أعلى كتير من القلب. بما إن القلب واطي هيروح القلب منفض ولا كأن كان فيها عشرة ويمشي ورا الطبلة الجديدة. الطبلة الجديدة اسمها فوكس، اسمها اكتوبيك فوكس، والقلب كله هيسمع كلامها. انقلاب، لا ثورة، واخد بالك؟ ثورة حصلت جوه القلب يالا.
دولة داخل الدولة اهو اهو. وتخيل بقى ان فوق 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 عمال بيطبل 160 170. ما انت عارف ان اللي تحت ده عبد المأمور، يعني بيجي له الامبلس وهو ينفس. فتخيل اللي فوق الحكومة، يعني اذا كان رب البيت بيدق في ضاربه فشمت اهل البيت كلهم اللي بدربوكة اهو معروفه دي اهو. فطبعا اذا كان فوق بيطلع 160 170 الفنتريك اللي تحت هيزيد، ولما الفنتريك يزيد هيدي الاجهزه. خد بالك انا اللي يهمني الفنتريك، لان اللي هيسمع في السيركوليشن الفنتريك، بس الفنتريك لا يملك من الامر نفسه شيء. الفنتريك ماشي ورا اللي بيبعت له اي مصلحه. فمين قصدي ايه؟ صلي على النبي. دي فكره الاريزميا. يبقى فكره الاريزميا ان طلع في القلب اكتوبيك فوكس لسبب ما، طلع في القلب اكتوبيك فوكس لسبب ما. اسمع بقى يا اسطى، اكتب في جنب اكتب في جنب. انت فهمت فكره الاريزميا؟ الاريزميا احنا بنسميها على حسب المكان اللي الفوكس طلعت فيه. بمعنى لو الفوكس طلع في الفنتريكل، بص يعني لو الفوكس طلع هنا اهو، بص يلا لو الفوكس طلع هنا اهو في الفنتريكل، يروحوا يسموا دي فنتريكولار اريزميا، يوم يسموا دي فنتريكولار اريزميا. مش محتاج اقول لك انها اخطر وبنت 60، انتوا معايا ولا ايه؟ ما علينا. انما لو بص لو الفوكس طلعت هنا اهو، يعني جنب الايفينود عند الجنكشن، او طلعت هنا اهو يعني في الاتريال، يروحوا يسموها سوبرا فنتريكولار. صح؟ يبقى ان طلعت في الفنتريكل يبقى اسمها فنتريكولار، وان طلعت من فوق يبقى اسمها سوبرا فنتريكولار الشهيره باتريال، اللي ساعات بنقول عليها اتريال. انتوا معايا ولا ايه؟ بس كلمه سوبرا فنتريكولار ادق، واللي فيكم فاهم فيسيولوجي فاهمني ليه؟ لان هي مش دايما بتطلع من الاتريال، ممكن تطلع من عند الجنكشن، فيسموها جنكشنال مش اتريال. انما احنا يعني ايه اسطولي حط الطب ان قشطه فوت الكلام سوبرا فنتريكولار اتريال ما تصدش يعني. المهم بص على السبورت. طيب النهارده انا مهتم بده، انا مهتم بالسوبرا فنتريكولار ده اللي طالعه من الاتريال دي. يا اسطى فوكس طالعه في الاتريال، خد مصمص دي. الفوكس اللي طالعه في الاتريال بيبقى ليها سرعه من 3، سرعه من 3. اقل سرعه واهدى حاجه يعني 130 135، اللي هي دوبك اعلى من الاسي نو، دي اقل حاجه. يسموها بات اختصار عالمي، بات اختصار عالمي، باروكسيزمال اتريال تاكيكارديا، باروكسيزمال اتريال تاكيكارديا. عزيز المشاهد على الصبح بصبح عليك، كلمه باروكسيزمال يعني ان اتاكس يلا، باروكسيزمال يعني الفوكس مش شغاله دايما، يعني الفوكس يوم شغاله ويوم لا. مع نفسها كده اهو. منجز الكلام نوع هادي، لان الاخ مش تايريزمي على طول. معايا ولا ايه؟ صحصحوا بقى انتوا بتموتوا معايا دكاتره. يبقى انا قلت لك البات دي اقل سرعه. لو لقيت اوثر او تكست يعني كاتب لك بي اس في تي، يبقى قصده ايه؟ يعني انت مش كاتب بات، كاتب بي اس في تي، يعني باروكسيزمال سوبرا فنتريكولار اللي هي اتريال تاكيكارديا. يهدى يهدى. يبقى لو قريت بات او قريت بي اس في تي هي هي. مش ناقصه فاتي. المهم بص يا حبيبي، طيب بعد كده خش على السرعه الاعلى سنه، نتكلم بقى في 140 150 160. ده دي الاتريال فلاتر، اكيد سمعتوا الاسم ده قبل كده. لا الفلاتر الاول، اتريال فلاتر. طب خش بقى على الزريبو السريع، الزريبو السريع 180 بقى 190، وممكن ما تعرفش تجيب البلط عدل اصلا. يبقى ده الاي اف، الاي اف اختصار عالمي اتريال فايبريليشن، اللي عند حسنس استنبار عنده ايه اف بقاله 13 سنه ما بيموتوش يلا، والله ما بيموت. ما بهزرش والله، وانت عمرك شفت رئيس احنا كنا بنموت هو بيموتش يعني. انت كنت فاكر عبد الناصر بالذات مات؟ لا عايشين بس مستعبط. احنا اللي هنموت. بص يلا وعنده 13 سنه ايه اف، وامبولر كارسينوما من 7 سنين، من قبل الثوره بسنتين. امبولر كارسينوما دي حاجه كده، حاجه وحشه، حاجه مالهاش علاج. ما بهزرش والله، مالهاش علاج فعلا. ما تفهمش هو بيهبوه يدوا ايه، وعايش زي الابن ومقضاها في شرم ومزاجه كنافه. المهم يعني بص يا حبيبي، انتوا عارفين ايه اف يعني ايه؟ ايه اف يعني ايه؟ بالعربي يعني ايه؟ فايبريليشن يعني ايه بالعربي؟ ايوه ايه؟ الالتجاه في الاذين، بس الالتجاه بيسموها كده والله، الالتجاه في الاذين. هو احنا ودنا طولت من شويه. المهم والله
واحد كام كلمه من دول وتلاقي ودانك بتطول كل كلمه سنت زياده. المهم بص يا حبيبي، حد ما يطلع لك الاورجان الزياده اللي ورا اللي اسمه ديل ده، بس مش دلوقتي. ركز ركز، بص يا بص عليا، مش المفروض القلب بيعمل كده؟ بص القلب بيعمل كده، قول اورنان لو، قول اورنان لو، يعني الفايبرز كلها بتكونتراكت مع بعض. عارف الاي اف يعني ايه؟ يعني كل فايبر، كل فايبرل بقت شايفه نفسها قلب مستقل بذاته، وبالتالي بقى كل فايبر بالكونتراكت لوحدها بتوقيت مختلف عن اختها، وبالتالي بص عليا القلب بدل ما يعمل كده، بص بص بيعمل كده اهو، شايفين؟ القلب بيعمل كده بيرعش، هيجي الاي اف. طبعا دي قله ادب، لان هو اكشوالي ده مش كونتراكتيليتي، ما هو ده ايه؟ فاهمين الكلام؟ ما عليه. الاخوه الاوغاد، لما نيجي ناخد في الكارديو حكايه الاريزميا دي، هقول لك ان ليها 50 طريقه علاج، ليها 50 طريقه علاج، بس انا هقول لك طريقه سيمبل قوي. بالله عليك تركز يا رب، لا تروح الحجاز يا رب. بص بص اهو الفوكس اهي، اهي الفوكس الحمراء الوحشه دي، الفوكس ده تمام، عماله بتهوهو 180 190 عمال مزروطه الدنيا فوق معاه. هقول لك انا فكره حلوه، سيبها تهوى، سيبها تهوى، ونقص انت الكوندكشن سنه في الايفي نود. فاهمين اللعبه؟ افهم يا ابني انت وهو، سيب الفوكس تهوى وهيسيبها تطلع، ونقص انت الكوندكشن في الايفي نود. يعني دي تطلع 180 يقوم الايفي نود معدي تحت 80 بس. الايفي نود بيعدي بمزاجه بقى، يروح معدي 80 بس. هو انا الاتريوم ده يهمني في حاجه؟ يكش يولع. بقول لك بقالي 13 سنه عايش باتريوم برقص ولا الهوا. انا اللي يهمني مين؟ الفنتركل. احمي الفنتركل، بروتكت ذا فنتركل. هدف العلاج از بروتكشن اوف ذا فنتركل. سيب بقى اللي فوق يا هوا وبراحتك. انتوا معايا ولا ايه؟ طب هتقولي طب ما هو البيتا بلوكر بتعمل ايه في الكوندكتيفيتي؟ بتقللها في الايبي نود، وبالتالي تبقى حلوه قوي لو في فوكس طالعه من فوق، بس ما تنفعش لو الفوكس طالعه من تحت، بس ما تنفعش لو الفوكس طالعه من تحت عشان ام سي كيو. ما انت لو فاهم الرسمه والفكره هتفهم انا بقول ايه. هي تبقى حلوه لو الفوكس طالعه من فوق عشان هتنقص التوصيل من فوق لتحت. يعني اذا هتقول لي البيتا بلوكر حلوه في علاج البات والفلاتر والفايبريليشن، الحاجات دي ينفع يتاخد فيها بيتا بلوكر؟ هقول لك ومن احسن الادويه باينين بروبرانولول. اشمعنى؟ اصله غير ان هو هيعمل كده، يعني غير ما ينقص الكوندكشن، كان ليه كرامه زياده اسمها ام اس اي، فاكرين دي؟ ما تنساهاش في الديب ريزون، والله هينقصك، والله هينقصك لو ما قلتها. يعني لو ما قلتش انه بيعالج الاريزميا بطريقتين هينقصك. هتقول ان هو بيقفل بيتا واحد فبينقص الكوندكشن في الاي بي نوت، وانت عارف لما الكوندكتيفيتي تقل الريفراكتوري بيريود تزيد. كان في حاجه اسمها الريفراكتوري بيريود، الفتره الرافضه اللي كل ما تطول القلب يهدى. انا بقول لك عن طريق بيتا واحد ينقص الكوندكشن في الاي بي نود فيزود الريفراكتوري بيريود. هتقولي طب ما كل البيتا بلوكر بتعمل كده. صح، بس مش كل البيتا بلوكر بتعمل ام اس اي. البروبرانولول له ام اس اي. معايا ولا ايه؟ فاهمين الكلام؟ ما عليك. هتلاقي مكتوب عندك الاريزميا، اقرا بقى. هتلاقي مكتوب عندك الميكانيزم انه بينقص الكوندكشن في الاي في نود، وبينقص الاكسايتابيلتي اوف اس اي نود، ويطول الريفراكتوري بيريود. اكتب جنب ده كله عن طريق بيتا واحد بلوك الميكانيزم، جنب ده كله عن طريق بيتا 1 بلوك، وده ميكانيزمه اللي اول حاجه عندك. هتلاقي كاتب لك رقم 2 بروبرانولول هاز ام اس اي، يبقى دي كرامه خاصه بمين؟ بالبروبرانولول. فاهمين حاجه؟ هقول تاني انا او طيب. يبقى احنا كده قلنا خلاص الكلام بتاع الايه؟ الاريزميا اللي محتاجينه النهارده. طبعا لسه هناخد الاريزميا بالتفصيل الممل المذل في الكارديو. بص يا دكاتره، بس هو الموضوع سهل، والله الفارما كلها سهله بس تفهم. طيب صلى على النبي. بعد كده اللي جت سبته قبل كده بقى الهوكم. فاكرين اول السنه ما قلت لكم على حاجه اسمها الهوكم؟ اللي مكتوب عندك رابع استعمال ولا ثالث استعمال. هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباس، يعني ايه؟ اسمع يا راجل اللي ورا، ركز يا ولد. بص يا دكاتره، لما اقول لك ده القلب اهو، ده القلب وادي السبتم اهو، ده السبتم. المفروض الاورطه بتطلع كده، بص الاورطه اهي،
من ناحيه السيبتم كده الاوريجن بتاعها من عضله عضله اسمها الانفانديبولم اهي ده الطبيعي يا اسطى ده الطبيعي المنظر الطبيعي بتاع الاورطه معاه ولا ايه بعض الناس ربنا بيخلقها عاملين كده بص شايفين ده بعض الناس ربنا بيخلقها بالعضله متضخمه الانفانديبولم متضخمه انتوا معايا ولا ايه متضخمه دي اللي احنا بنسميها هايبرتروفي وزي ما انت شايف التضخم عمل اوبستراكشن التضخم قفل فتحه الاورطه يروحوا يسموها هايبرتروفيك يعني تضخم اوبستراكتيف يعني عمل اوبستراكشن كارديو مايوباسي يعني اجزع عليها خلاص ده ترجمتها كده هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباسي وكان ليها اسم تاني اي اتش اس اس مش وقت حلو ركز بالله عليك يا لو انت متخيل الرسمه الكروكي دي لو متخيل منظر بص اهي بص العضلتين اهم بص عليا العضلتين اهم واللي بينهم ده فتحه الاورطه بص كل ما يجي القلب يعمل سيستول بص عليا كل ما يجي القلب ينقبض بص 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 شايف اللي بيحصل مع كل سيستول العضلتين بيقربوا من بعض فلما العضلتين يقربوا من بعض يقفلوا الاورطه خالص يا جدعان كل ما يجي القلب يكونتراكت العضلتين بيضموا على بعض فلما يضموا على بعض بيقفلوا الفتحه نهائيا ودي مصيبه اشهر اسباب الوفاه في اليونج اثلت عارفين هل ده تلعب كوره وتلعب جري اي حاجه من وتلاقيه شاب زي القرد واذ فجاه صادن كاردياك ديس يتكون ولا بلع لسان ولا حاجه يتكون في الارض كاردياك ارست ومات قصه كتير بيبقى العيال دي عندهم الحكايه دي ومش عارفين. فاهمين حاجه؟ فهي اشهر اسباب السادن كاردياك ديس في اليونج اثلتس. شباب ما علينا ما علينا يا عم الاول بس عشان ما نزلطش بره الموضوع اسمع ورا عم الحاج هو لما ده يضم على ده الكاردياك اوتبوت هيقل ولما الكاردياك اوتبوت يقل طب ما ده اسمه هارت فيلير والنعمه اسمه هارت فيلير. هتقول لي بس القلب مش ضعيف وانا مالي ما يعيطش. هو يقعد يعيط انا مالي انا اللي ليا ان القلب ما بيطلعش كارديك اوتبوت مش ضعيف بقى مش جنب مش شغلانتي انا مال انا فاهمين حاجه اصحى يعني اذا ده هارت فيلير هارت فيلير بس سببه ان القلب بيكونتراكت بزياده عضله متضخمه وكونتراكشن زايد طب ده علاجه ايه؟ كل حالات الهارت فيلير الثانيه كل حالات الهارت فيلير في الطب بديها ادويه تقوي الكونتراكشن صح ولا غلط؟ ما عدا ده اديله حاجه تهدي فاهمين حاجه؟ اديله حاجه تهدي الكونتراكشن ما انت كل ما تهدي الكونتراكشن الاوبستراكشن يقل خلي الكونتراكشن اهدى شويه فاهمين حاجه؟ اكتب في جنب طبعا بيتا بلوكر يعمل كده ولا لا؟ اه يعمل كده ما هو بيتا بلوكر بيقفل البيتا فينقص الكونتراكشن اكتب في جنب ذا اونلي كوز اكتب ذا اونلي كوز اوف هارت فيلير اكتب ان بي لنفسك ان بي ذا اونلي كوز اوف هارت فيلير which is treated by negative inotropic negative inotropic يعني حاجه بتنقص الكونتراكشن الحاجات دي حبها في الام سي كيو يبقى الاونلي كوز اوف هارت فيلير اللي يتعالج بنيجاتيف انوتروبيك يعني اديله حاجه تقلل الكونتراكشن مش تزودها از هوكم هو ده السبب الوحيد اللي كده از هوكم طب علاجه ايه؟ ايه ده يعني ايه اللي بينقص الكونتراكشن؟ بيتا بلوكر واحد رقم اتنين كالسيوم تشانل بلوكر هتلاقي الكتاب كاتب لكم حاجه اسمها الفيرابامين ما هو الفيرابامين ده كالسيوم تشانل بلوكر اصل هتلاقي الكتاب كاتب لك بيتعالج ببيتا بلوكر وبفيرابامين ما هو الفيرابامين ده كالسيوم تشانل بلوكر انا لما قلت لكم من اول السنه اصلا يبقى بيتعالج ببيتا بلوكر وكالسيوم تشانل بلوكر بقول لكم ايه قبل ما نطلع من المصلحه دي خلاص عرفت المكان دي انا عايزك ترسم في جنب كده رسمه خالده الذكر يا كمان من الرسومات خالده الذكر هتيجي كتير قوي في المنهج كل شويه بقى هقولها لك تاني هنرسمها تاني بس عامه مش احنا لسه قايلين البيتا بلوكر بينقص الكوندكشن في الاي بي نود وقلنا لما ينقص الكوندكشن في الاي بي نود يبقى حلو في علاج الاريزميا اللي فوق الفوكس اللي فوق اكتر ثلاث ادويه في الطب بينقصوا الكوندكشن في الاي بي نود هم مين اكتب ده اكتر ثلاث ادويه في الطب بينقصوا الكوندكشن في الاي بي نود هتقول لي يعني هيبقوا احسن ثلاث ادويه في علاج
الادريال فايبريليشن وفلتر الحاجات دي. واللي قال لي ده يبقى احسن ثلاث ادويه في علاج الفقس اللي فوق، اول واحد قلنا النهارده بيتا بلوكر، بيتا بلوكر رقم 2 الفيرابامين اللي هو كالسيوم شانل بلوكر، لما ناخده كالسيوم شانل بلوكر. رقم 3 الديجيتال. فاهمين بقوله؟ اكتر ثلاث ادويه في الطب بتنقص الكوندكشن في الايفينوم. ما بقولش هما بس، في ادويه كتير بتنقص، بس بقول لك دي اهم ثلاث ادويه، بيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر ديجيتال، عشان لما يجي لك تجميع اخر السنه قول 3 كاتيجوريز اوف دراجز يوزد ان تريتمنت اوف سوبرا فينتريكولار اريزميا. ايام ما كان بيجي سؤال كبير ب 15 درجه جاله كذا مره السؤال تجميع، قول اهم او ثلاث علاج يتاخدوا في علاج السوبرا فينتريكولار عشان تقول له الثلاثه دول، بيتا كالسيوم شانل ديجيتال. خلاص كده؟ طيب دي كده الكارديوفاسكولار يوز. طب بقول لكم ايه؟ تعال نجيب بقى من فوق لتحت. امسح بقى؟ امسح، انا همسح اهو. بص يا عم، مش احنا لما شرحنا اكشنز، مش لما شرحنا اكشنز قلنا سي ان اس اي معرفش ايه بتاع؟ اصحى يا ولد. بص يا عم الحاج، هات من فوق لتحت برضه 10 دقايق وخلص. اول حاجه سي ان اس، وافصل الكلام كده عشان ما تتوهش والنبي. سي ان اس قلت لكم الحصه اللي فاتت ان البيتا بلوكر بيتا ذات نفسه كان بيهايبر، والبيتا بلوكر بيهدي ويعالج التريمورز، وخدناه الحصه قبل اللي فاتت اللي الناس بتقول احنا ما خدناهاش في البروفيلاكس اوف مايجرين. كان اسمه ايه الدواء بتاع البروفيلاكسز؟ بروبرانولول. قلت لكم احسن دواء في البروفيلاكسز اوف مايجرين ومحدش عارف ايه ميكانيزمه، هو كده اهو امبيريكال معايا ولا ايه؟ صل على النبي. يبقى كسي ان اس في استعمالين، واحد مكتوب عندك هتلاقيه في اخر يوز تحت كاتب لك في البروفيلاكسز اوف مايجرين، بروفيلاكسز اوف مايجرين زود انت عليها في التريتمنت اوف اسينشال تريمور. هتلاقي مكتوب عندك بروفيلاكسز اوف مايجرين، حط كمان استعمال سي ان اس تريتمنت اوف اسينشال تريمور. اسينشال يعني برايمري، اسينشال يعني ايديوباثيك، اسينشال يعني من غير سبب. عارف زي الضغط اللي عند باباك وبابايا هو اسينشال، بيسموه اسينشال هايبرتنشن. الضغط بعد 45 سنه بيكون ملوش سبب وبيسموه اسينشال هايبرتنشن. كلمه اسينشال في الطب يعني ما كده اهو، برايمري برايمري. دي نوفو، دي نوفو يعني كده اهو. معايا دكاتره؟ صل على النبي. ومره جاب ام سي كيو متخلف وبيجي في امتحانات ام سي كيو كتير ومطالب تشرفه. احنا لسه هنا اهو، وبيعالج او تفتكروا ده قلتها اهو، بيعالج تريمو ده ولا ما بيعالجش؟ مين اللي يعالج تريمو؟ الغباء كنز ولا مين في؟ انا عارف مين في البيتا بلوكر اللي يعالج تريمو، كلهم اللي يقفل بيتا 2 لان التريمو كانت بايه؟ ومين اللي بيقفل بيتا 2؟ النص سيلكتيف، النص سيلكتيف هو اللي بيقفل بيتا 2، السكند ليه في البيتا واحد بس. فاهمين؟ اديني قلت اهو. بص يا حبيبي، قلتش انا؟ قلت اهو. يبقى في تريتمنت اوف اسينشال تريمو بعد كده، يبقى قلنا سي ان اس كبروفلاكس اوف مايجرين وتريتمنت اوف اسينشال تريموس. خلاص؟ وانت عرفت مين اللي بيتاخد سواء هنا او هنا؟ بروبرانولول. معاك؟ اسمع يا اسطى. طب تعالى انزل تحت الاي. قلت لك في الاي قطرة عين في علاج الجلوكوما. مين؟ بيتاكزولول، علم عندك على اسمه. هتلاقي مكتوب لك هنا بقى البيتاكزولول. بيتاكزولول أحسن واحد. أوبن أنجل جلوكوما. أوبن الجلوكوما. الجلوكوما مكتوب عندك بيتاكزولول. وينفع مين كمان؟ بس الأحسن بيتاكزولول. بقول لك إيه؟ أمال الأكيوت أريزميا ديورنج سيرجري. زولول. الحاجات دي كلها إم سي كيو. صلي على النبي. بعد الاي تعال نشوف استعمالات اندوكراين. اندوكراين عندك استعمالين اندوكراين ليه علاقه بالهرمونات يعني. طبعا الكتاب ده كاتب على بعضه سايب، قسم انت بنفسك. عندك استعمالين اندوكراين، اول استعمال فيه كروموسيتول. والنبي من اي حاجه؟
فين خلصي توما؟ انا كنت بدي بيتا بلوكر لوحده؟ لا طب الفا بلوكر لوحده؟ لا الاثنين مع بعض. ادي بيتا بلوكر زائد الفا بلوكر. حتى بالاماره كنت ببدا بمين؟ بالالفا بلوكر. حتى بالاماره كان في واحد بيقفل الاثنين. لابيتالول ام سي كيو. لابيتالول ام سي كيو. كومبايند الفا اند بيتا بلوكر. لابيتا. معايا دكاترة؟ حلو. طيب كلاسيكيات، كلاسيكيات سؤال كلاسيكي. كيبريزون بروبرانولول باسمه، ما بقولش بيتا بلوكر، بروبرانولول باسمه ان تريتمنت اوف هايبر ثايروديزم. احنا ليه كلنا كبتوع ثايرويد؟ كلنا، انا اخدته وغيري اخد كله، لازم بيعدي عليه اندرار. ليه؟ لازم. ليه كل الحالات بنبدأ لها باندرال مع علاج الثايرويد؟ هو البيتا بلوكر مش علاج للثايرويد. الثايرويد هناخدها في الترم الثاني، ادويه كده بتنقص افراز الهرمون. احنا عندنا الهرمون عالي فبناخد ادويه عشان تقلل افراز الهرمون، هو ده العلاج. انما ليه لازم مع العلاج بندي بيتا بلوكر باسمه اندرال؟ باسمه. صلى على النبي، صلى على النبي. مريض الثايرويد بيبقى شكله ايه؟ الهايبر ثايرويديزم. اللي عندها ثايرويد او اللي عندهم ثايرويد ايه بيبقى بروميننت قوي فينا؟ انا كبتاع ثايرويد ايه بروميننت؟ ان انا عصبي وغبي. هو الاول لاين العصبيه والغباوه والتوتر، هو ده ده ما هرمونات. بص يا حبيبي، اريتابيلتي بغباوه، انكزايتي بغباوه، مع سين ستيميليشن على طول كده معاه، عرق بغباوه، حساسان تاكل ما هتخس برضه، مش الحر ابدا، تاكيكارديا. العلامات دي كلها علامات ايه؟ سمباثيك. والله النعمه سمباثيك، الله حرقه. كل دي سمباثيك، الانكزايتي والتاكيكارديا والمعرفش ايه سمباثيك. هقول لك باينين، بيتا ريسبتور، بيتا في السي ان اس، وبيتا في القلب، وبيتا في معرفش ايه. الثايروكسين بيشعوق السمباثيك، هو ده مريض الثايرويد. تعمل حاجه؟ طيب اقوم انا كاتب له اندرار. طب ليه يا اسطى الاندرال يعمل ايه؟ اندرال بجرعه بسيطه، ال 40 مللي بنكسر الحبايه نصين، نص الصبح ونص بالليل، ده ماكسيمم يعني، وساعات بناخد اقل من كده. طب يعمل ايه بقى الاندرال؟ اسمع ورا. اولا الاندرال هيقفل بيتا في القلب فيمنع التاكيكارديا والاريزم، وبيتا في السي ان اس فيمنع الانكزايتي والاريتابيلتي ومعرفش ايه. ودي حقيقه، يعني من غير الادويه دي الواحد يجي له كومبانزا اللي هو واقف، بيعمل اريتابيلتي جامده. لو مزت الدواء في يوم تلاقيك كما هايبر خالص. صلي بينا على النبي. يبقى انا قلت لك انه هيقفل بيتا في السي ان اس، وبيتا في القلب، وبيتا في معرفش ايه، فيهدي اعراض الهايبر ثايرويديزم. ادي رقم واحد. معايا ولا ايه؟ طب رقم اثنين، اسمع ورا. فاكرين لما قال لك دي كده الجلاند اللي اسمها ثايرويد؟ اهي. الثايرويد اصلا بتفرز هرمون اسمه التي 4 مش التي 3. الثايرويد بتطلع تي 4 وده مش نشط. ساعات بنعتبره برو هرمون. برو هرمون يعني هرمون مش نشط، هيسه هيتحول للنشط. يقوم ده هو بقى، اسمع يالا، يقوم ده هو داخل جوه الخلايا، جوه خلايا جسمك، ويحصل له حاجه اسمها بريفرال، بريفرال بالبي كونفرجن، وافتكر انها بالبي. بريفرال كونفرجن، يقوم متحول بقى لتي 3. تي 3 ده النشط، ده اللي بيهيبرنا وبيهيبنا وبيطلع عين اهالينا. معاه؟ صلي على النبي. في ادويه، في ادويه في الثايرويد هناخدها في الترم الثاني، بس هتعدي عليها في الترم الاولاني كذا واحد، وبعدين هيتجمعوا في الترم الثاني في الاندوكراين، هيجمعهم لك بقى. ولا اسمع، في ادويه في الثايرويد بتعمل ميكانيزم بديع، بديع ظريف جدا، ان هي تسيب الجلاند تهوهو، طلعت الفور براحتك، وتقوم هي مانعه الاكتيفيشن، يعني تمنع البريفرال كونفرجن. اصحى يا دكتور، انا بقول لك بتمنع تحويل التي 4 لتي 3، ودي حاجه حلوه في الهايبر. اه حاجه حلوه، مش هو هايبر؟ قلل له بقى الهرمون النشط. ادويه بتمنع البريفرال كونفرجن يا دكاتره. اصل في 13 14 دواء في الثايرويد، منهم 6 7 بيمنعوا البريفرال كونفرجن، و5 6 ما بيمنعوش. وانت صاحب عاقل، وانت عارف، انت متحدي اعاقه، تقعد في الامتحان مين كان بيعمل ومين ما كانش بيعمل، وكله يخش في بعض. ما تفكرش، ما تجهدش، خليك على طبيعتك، ما تفكرش يعني. اي دواء في ال 13 يبدا بحرف البي يبقى بيمنع البريفرال كونفرجن.
لحسن الحظ ان كلهم بعفل بي والحاجات اللي ما اقولهاش بي ما بتعملش. سبحان الله، شوف حكمه ربنا في نفسك يا مؤمن. يعني مثلا اه النهارده بقول لك ده مش بس بي، ده العيله اسمها بيتا بلوكر والده اسمه بروبرانولول، يعني حاجه يعني اللي استحاله تنساها دي. اه ده انت تبقى الزهايمر. بقول لك بيتا بلوكر وبروبرانولول يا جدع يعني بيمنع البريفرال كونفرجن. اه مكتوب عنه. وعامه ما تنساش اي حاجه اقولها بيه هتعمل كده، اي حاجه اقولها بيه مش عارف الثايرويد، يعني مش حاجه اقولها بيه في المنهج، اي حاجه اقولها بيه في الثايرويد يبقى في الميكانيزمات بيمنع البريفرال كونفرجن. وده ما هتقول سريع، مفعول ده حلو وسريع. صلي بقى على النبي. هقول لك سؤالين قد يبدو ليك ان هو هو، انما مش هو هو خالص. السؤال الثاني اللي انا هنليه في ظاهره الرحمه وفي باطنه العذاب. ركز يا حبيبي. السؤال الاول المباشر راشونال، علل يعني جيب ريزو راشونال. ليه البيتا بلوكر في التريتمنت والفايبر سايبوديزم؟ تكتب اللي عندك. واحد اثنين. ده جميل ده. يقول لك ايه؟ ليه بيتا بلوكر في التريتمنت والفايبر سايبوديزم؟ تقول له عشان واحد اثنين اللي عندك دول، تمام؟ طب اسمع السؤال ده، التاني بقى. الاولاني كان جيب ريزون بيتا بلوكر ان تريتمنت والفايبر سايبوديزم. السؤال الثاني جيب ريزون بروبرانولول از ذا بيتا بلوكر اوف بيست تشويس ان تريتمنت والفايبر سايبوديزم. يبدو اي ساذج سطحي ان هو نفس السؤال. لا مش هو نفس السؤال خالص. اكتب السؤال الثالث جنب بقى يا حبيبي. الحاجات دي لما بتيجي بتلبس الناس في حيطه وفي الاورال بتبقى اسئله تقفيل لجنه، لان هي بتبقى بيشوف انت فاهم ولا انت ايه جنس ملكتك بالظبط. تكتب بقى جنب جيب ريزون بروبرانولول باسمه، بروبرانولول باسمه از ذا بيتا بلوكر اوف بيست تشويس. يعني الراجل بيقول لك ما تنقيش ما تنقيش، ادي اندرال. مش انا بشرح لكم ان شاء الله، قلت لكم بناخد اندرال على طول. اشمعنى بقى الاندرال هو البيتا بلوكر اوف بيست تشويس، يعني احسن واحد في عيلته في الهايبر سايروديزم. هتقول اولا واحد اثنين اللي عندك دول مش هو بيتا بلوكر، يعني ده زي اخواته فبيعمل اللي عندك ده اهو. واحد اثنين ايوه، انما ايه الكرامه؟ يعني احنا ليه قلنا عليه ان هو اوف بيست تشويس؟ بص بقى، اولا مش انت عايز تمنع اريزميا؟ طب ما البروبرانولول له ام اس ايه؟ لو ام اس ايه يبقى بيعالج الاريزميا بطريقه زياده، بيمنع التاكيكارديا بكرامه زياده. وحياه ابوك تركز بقى عشان ما اقعدش اعيد كتير. اسمع يا اخت، هو الهايبر ثايروديزم السمباثيك عامل ازاي؟ هايج. مش السمباثيك هايج والتاكيكارديا وبتاع؟ طب انا عايز ادي بيتا بلوكر بلوكر بلوكر، ولا عايز ادي بيتا بلوكر من اللي هو من ناحيه بيقفل ومن ناحيه بيشغل؟ ولا انت عايز تقفل بيتا ولا عايز تقفل وتشغل في نفس الوقت؟ هو كان في حاجه بتقفل وتشغل اللي سميناها بارشال اجونست، اللي سميناها اي اس ايه الحصه اللي فاتت. بارشال اجونست اللي بيعمل حركتين دواء كان اسمه ايه؟ بندولول. فاكرين البندولول اللي هو كان بيقفل وبيشغل؟ انت عايز تقفل وتشغل؟ بقول لك البيتا هيجه، البيتا هيجه، انا عايز اقفلها بس، اقفلها بس. يعني انا عايز بيتا بلوكر ما يكونش بارشال اجنس. اكتب رقم اثنين هاز نو اي اس اي، هاز نو اي اس اي، هاز نو اي اس اي. اكتب جنبها بين قوسين مع اني واثق في ذكائكم بس معلش للامان، اكتب جنبها بين قوسين بندولول از كونترا انديكيت. ادي بقى اللي اتقال في الاورال، اللي بيحبوا ده في الاورال قوي، يقول لك هايبر ثايروديزم ادي بندولول ولا بروبرانولول وليه؟ هو عاوزك تقول كلمة اي اس اي ده ايه؟ اللي محدش هيقولها على فكرة. انتوا فاكرين كلام سهل عشان انتوا فاهمين، بس والله ما حد هيقول. لأن هو قشطة يعني مش كله لول، تطبيق بقى. بندولول بروبرانولول ده حادي بادي يا عم، ارقع، أهو دول والسلام. لا يا أخوي. غلط. بندولول كونترا إنديكيت، ما هو بيتا بلوكر أنا عارف، بس بكش الأبرز. ما ينفعش. ده ممكن يزود الأجهزة. فاهمين حاجة؟ منجز الكلام، يبقى ملوش اي اس ايه، ده حاجة حلوة. وبالتالي بندولول كونترا انديكيتد اللي هو الاي اس اي عكس البروجرام. صلي على النبي. وبعدين في حاجه بديهيه قوي ما خدتوش بالكم منها. عم الحاج المغمى عليه، بص يا دكاتره، بص لي كده، بص لي كده والنبي. انا عمال اقول لك اول حاجه ان الحاجه البروميننت قوي في مرضى الثيرويد، قلت لك انت ايه اللي انت شايفه فيا؟ الغباوه والعصبيه.
باينه جدا. ليه؟ سينس اكشن بتاع الثيروكسين. فانت عايز ايه؟ دواء يعدي. مش صح؟ مش انت عايز دواء عن السينس؟ يعني الكلمه اللي الكتاب كاتبها كده على عواهنها دي اللي هو كاتب لك بيتا بلوكر تمنع الانكزايتي، ما كانش نعذر. هو كل البيتا بلوكر تمنع الانكزايتي، هم مين فيهم؟ الله يبوفلك اللي بتعدي. طب ما هو البروبرانولول كان تبع البي تي ام ولا كان تبع الناس اللي بتستحموا في الميه؟ كان تبع البي تي ام مش كده؟ يعني لايبوفيليك. يبقى اكتب رقم 3، بروبرانولول ده هو لايبوفيليك، بروبرانولول ده هو لايبوفيليك، وبالتالي كروس بلاد برين بارير ويمنع الانكزايتي. عرفت تجاوب السؤال ازاي؟ 5 نقط، الاثنين اللي عندك والثلاثه اللي انا مليتهم. عشان كده البروبرانولول في تشويس كلكم كنتوا بتكتبوا كده طبعا. انتوا معايا دكاتره؟ الحصه الجايه في اولها في امتحان بس ربع ساعه اللي هو الحصه السبت والحد قصدي. الحصه اللي جايه فكروني اقول لكم في استعمال انا ما قلتوش عشان اخد وقت. الفيروس بتاع الليفر، الناس اللي عندها دوالي مريء دي ما قلتوش لما كنت لس فكروني اقولها لكم في الاول يعني ما ادخلش على اللي بعده. يلا الهوبا انطلقوا. الحصه الجايه السبت والحد امتحان قصدي. انت عندك اول حصه بقى